تابع للمبنى ده اصلا؟ تابع لهيئه الاثار. هيئه الاثار الوحده المحليه كانت عامله العقد من زمان معانا، لكن هيئه الاثار استغنت. تمام. المنتج ده احنا كنا بنبيعه. طيب ايه اللي حصل بس بسرعه عشان اللي حصل في ايه؟ يوم التنفيذات الحاجه موجوده ولا بالليل؟ ده الساعه 1 بالليل. تمام. انا في بيتي اتفرج على التلفزيون، سمعت الانفجار، قلت بيتي ممكن. بعدها بربع ساعة واحد صديق ليا في الغمر قال لي ده جاي دلوقتي في التلفزيون ان ضرب مديرية الامن والمعرض جنب مني. صور كده يا باشا. ايوه يا باشا. فجيت على طول عشان اشوف طبيعتها ومعرض انت دلوقتي. انت كنت وقت الحادث، وقت الانفجار، كنت في مكتب الحكمدار؟ مباشر. ارسلنا للمدير 8 الصبح، ثاني يوم 8 الصبح. كان اليوم طبيعي وعادي، مفيش اي مشكله. حوالي الساعه 1 سمعنا. اتكلم براحتك، احنا مش مستعجلين، براحتك. انفجار شديد. انا ما دريتش حاجه الا وانا هنا في المستشفى. طيب ان شاء الله تقوم لنا بالسلامه باذن الله، ان شاء الله ترجع شغلك باذن الله. ناوي ان شاء الله ناوي ترجع شغلك زي الاول، تمارس عملك ومصر اكثر من ربنا ينصرك يا رب. ينزل لك انت. الله. انت في مكتب الحكم دار مش كده؟ اه. ماشي، الف سلام عليك. مراته او انا؟ نعم انا ابوه. لو سمحت مراته. طيب اه اتفضل. معلش حضرتك كده هسألك سؤال واحد. طبعا الدكاتره قالوا ايه بالنسبه لمحمد؟ ايوه الدكاتره قالوا ايه؟ قالوا ان حالته كويسه يعني مستقره ومفيش حاجه، بس هيبقوا بس يعملوا له اشعه، هيعملوا له اشعه عظام وكده، يدخلوا له الاشعه عشان يشوفوا جسمه. تمام. كسور ورقبته وكده. تمام. طب هو الخدمه الطبيه هنا كويسه ولا في مشكله؟ لا ما شاء الله كويسه والله، كانوا بيجوا يبصوا على طول. تمام. طب هو ادوا له يعني مثلا قالوا له مثلا المده قد ايه ولا ما قالوش؟ لا لسه ما حدش حد. هو طلع
طلع من العنان المركزه الساعه 1 كده النهارده. تمام. طب هل قالوا مثلا هم في وقت معين او مثلا محتاج ان هو يسافر او كده يروح مكان تاني ولا حتى الان مفيش؟ لا لسه محدش ادالنا اي حاجه كلام لسه الوقت. لسه الدكتور بيجي يبص عليه وبيمشي. هم فكوا له الخراطيم اللي كانت في دماغه النهارده وطلعوا من العنان بس. تمام. طب الحاج والده اه طب تقول ايه يا حاج؟ اقول له ربنا يشفيه وربنا ينصر له على دعمه وخلاص هنعمل ايه يا رب وربنا يكرمنا ويكرمهم جميعا يا رب احنا يعني فدا البلد كلها ربنا يبارك وربنا يكرم ان شاء الله. دي بنته ودي بنته وعنده عيل تاني. دي بنته اسمك ايه؟ ثلاث بنات. اسمك ايه؟ ايه ما تخافيش مريم كلمنا معلش تعرفي مدخل مدريه. اللي هو المدخل بتاع اداره البحث الجنائي. مدخل اللي تحت. اللي هو بتاع الاداره. مدخل اللي تحت داخل على المدريه جوه. تمام. انت شغلتك ايه في المدريه اصلا؟ نعم. بتشتغل في المدريه؟ اخي مندوب استعلامات. مندوب استعلامات. طيب الانفجار بقى انت ما حسيتش بنفسك بعد الانفجار؟ الانفجار بقى ما حسيتش باي حاجه. سنة في كهرباء جديده وجثث بتترمى واشلاء بتوقع طب هو مستريح؟ مش عارف اقعد مش عارف اطلع مش عارف اطلع. والمستشفى هنا ما شاء الله العنايه الطبيه ممتازه طبعا. الحمد لله الحمد لله. طب تقول ايه بقى النهارده بعد الحادث يعني بعد الرعايه الطبيه والكلام ده؟ طبعا ان شاء الله ربنا يكرمك وهترجع شغلك تاني ان شاء الله باذن الله. كنت فين ساعة الحادثة؟ ساعة الانفجار؟ أنا شغلي جار المديرية. الشغل بتاعي جار المديرية. تمام. فين؟ شغال فين؟ اتفضل. شنو صوتك؟ شغال على شركة المحمول. شركة المحمول تمام. أمن. أمن شركة المحمول اللي جنب جنب إدارة البحث الجنائي مش كده؟ جنب لا جنب جنب البنزينة. اللي في الشارع اللي يمن المديرية. تمام. ألف اليمن المديرية ده جار المخزن المغادرة هو شيخ المحمول طبعا زي ما انت واخد بالك كده. فين؟ هنا مدخل المديرية. تمام. أنا جنبه. تمام. العساكر قاعدة قبالي. الحراسة قاعدة قبالي. بيني وبينهم الشارع بتاع المديرية. تمام. العمارة الثانية دي مش احنا عملنا هو مش كده؟ نعم طافية. ايوه عمارة الملابس دي الشارع يعني الشارع تمام ولا النايب جر يعني باعوا الجر. سمعت الانفجار؟ سمعت الانفجار؟ ما تعرفش ليه الانفجار يعني انا بقول هعمل شاي. ما شفتش اي حاجه. لا ما شفتش اي حاجه. تعمل الشاي الانفجار حصل. بس احنا بدنا نعمل الشاي الساعه 12. يعني الراجل اللي كان نازل واللي بيجي بيرجعه علشان هتسهر او الكلام ده. نعم علشان هتسهر الشاي عشان هتسهر يعني. من اهل سهران وهم عارفين كلهم فنان سهران. تمام. يعني الظباط اللي هناك عارف فنان سهران وكلهم عارفين اللي قاعدين بقالي سنتين. تمام. المكان ده. فبصيت لقيت الانفجار. الانفجار ما يجيش. منين ما اعرفش. حقيقة منين؟ مانيش عارف. قمت ادور التنت اللي هم عاملين ايه؟ الباطين. طيب ما يجيش شاي. ما يجيش شاي. اسمع يا حسن بعد مني يا رب الدوش حسن بعد مني. حتى بدات لقيت عربيتي بس على الجد. شالوني. جابوني. الحمد لله الاصابه ايه يا حاج؟ الاصابه دماغي ورجلي ما حدش عرفش يعني. والنور الحمد لله.
لا اسمي بقى شرطه طارق السعيد. طارق السعيد شغلك فين في المديريه؟ اداره البحث. انا عارف كلكم اداره البحث. قسم كافحه المخدرات. كافحه المخدرات. خالد بقى راس الحلقه. خالد بمين؟ خالد بمين. خالد انا شفتك سنه قبلنا باشا محمد بيه. ايه خالد برئيس المكتب وسامر بالاخره محمد بوقف برضه. اه تمام. وانا كابتن محمود ومشرطه مكتب المخدرات. اهلا وسهلا. كنت اسمي معاه. ماشي. طيب انت كنت بقى في الشارع وقتها؟ اه. اه. فعند العربيه نفسها ولا ايه؟ لا كنت بنت شويه في يعني سنطلع 50 متر. ايه؟ كان بينه وبين الصدادات ب 50 متر. انا ما حد حصل. عند الصدادات الناحيه الثانيه اللي في اول عباس. اه. عند البوابه الثانيه. البوابه الثانيه بتاعت اداره البحث ولا الاداره الثانيه؟ لا الشارع الشارع نفس الشارع حصل فيه انفجار. اه. اخره الناحيه الثانيه في السدادات اللي كان واقف عليه. طب معلش هو الشارع احنا وانا داخل على المديريه في اداره البحث هتبقى على اليد الشمال. تمام. على البحر. اه. في سد اللي هو في الشارع اللي هو اللي محطوط عند في سدادات في الاول وانت داخل الشارع اللي حصل فيه انفجار. تمام. تمام. في نهايته في سدادات مقفول برضه في الاخر. ايوه النهايه ديت ان هو خدمه هناك. خدمتك هناك العربيه شكلها ايه؟ ما لحقتش. ما حسيتش بحاجه قبلها ولا كده ولا؟ انا حسيت زي ما يكون المبنى بتمشي كده قبلها قبل الحادثه. لا ما شفتش ولا حد مثلا عدى بعربيه بسرعه ولا الكلام ده ولا حد مثلا ملثم او كده. يا باشا احنا بنمنع اي حد خارج المديريه يمشي على رجلين قدام المديريه. تمام. بنمنعه لو سمحت من زود بعد من هنا. طيب الناس يعني اللي المهم يا باشا احنا بنمنع الناس تمشي على رجلها مش العربيات بس لان فيه عاملين حديد مواسير حديد في الارض بجنزين من اول الشارع من على البحر واخر الشارع من يم المديريه. تمام. والعربيات بتاعه المديريه بس اللي كانت واقفه قدام المديريه. تمام. في خدمه في اول الشارع من يم البحر. ايوه. مدرع دم مركزي بالطقم بتاعه وظباطها ومدرع سكر. تمام. ولا من شرطه في المباحث ومعايا فرد نظام تمام على السداد اللي ورا اللي في اخر المديريه. التامين ايه بتامنه اصلا؟ بتامن المبنى المديريه كله. تمام. ايوه تمام. بس بقى صحتك حوالي الساعه واحدة وشويه كده حصل حسيت ان انا في حاجه فوق مني ما ادريتش بحاجه. زي ما يكون في حاجات حديد فوق مني وحواليا ما لحقتش اقول اه اصلا. ما ادريتش بنفسي اكتر من كده. كل اللي بقوله لحضرتك ده اللي حصل. تمام. ده اللي كله اللي حصل. طب ان شاء الله الدكاتره طمنونا انك كويس وان شاء الله تقوم بالسلامه. قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله رب العالمين. هتقول ايه بقى بعد كده؟ ترجع شغلك ان شاء الله. يا باشا كل الحاجات دي بتزيدنا اصرار وعزيمه على ان احنا نكمل مشوارنا. ربنا يوفقك. لاخر نفس فينا. عشان خاطر اهالينا واولادنا. اخواتنا الناس دي ما ذنبهاش حاجه تموت وتتبهدل ما ذنبهمش حاجه يعيشوا تحت احتلال خارجي وداخلي. ايوه طول عمرنا تعبانين وشقيانين مش هنعيش طول الشعب المصري مش هيعيش طول عمره تحت الارض يا باشا. لا طبعا الشعب له حقوقه واحنا لينا حقوقه واحنا باذن الله يا باشا اللي حصل ده يزيدنا عزيمه واصرار ان احنا نكمل مشوارنا. هو طبعا رفض يصور معانا لانه حالته النفسيه تعبانه. اه لانه عايز دكتور عظام ومش مفيش اعتناء من الاخر هنا في مصر. اه يعني مش للدرجه دي يعني ما كناش متوقعين. تمام. يعني عايز اقول لحضرتك يعني هو ما كانش راكب موتوسيكل ووقع. اه الحاله كانت كان بيأدي عمله في المديريه. طب كان هو فين وقتها وقت الحادثه؟ ما انا بقول لحضرتك مش بقول لحضرتك قبل ما تسالني ان هو اساس شغله واخد بالك امين انا هو مسجل طبعا. اه امين شرطه باداره البحث الجنائي. تمام. مع سعيد بيه عمار. ايوه الدرس بتاعه. تمام. الدرس بتاعه. في الدور الرابع بقى له 15 سنه بيشتغل في الدور ده ومع الناس دول. ملك بيروح ملك وبيجي ملك و24 فطول عمره من هو من المنصوره بالك فبيشغلوه ايه الفتره المسائيه. اه عشان زمايله من الاريا. اه بيسافروا كده بيسافروا مفيش عود بقى ينزلوا مثلا المدرسه الساعه 3 4 مدير المسألة موجود ومدير الامن موجود ومحافظ موجود واحمد موجود ماسك جهاز الكمبيوتر وبتاع المعلومات ومش عارف ايه وكلام من ديت وموظف معاه فده اثناء تأدية عمله قاعد في مكتبه فانت كنت بتقول لحضرتك مش عارف اللي هو
سيد اماره كان طالب منه ورق راح ودوه له تقريبا عملوا له على قسم معلومات وراح ودوه له في حاجه في نفس الدار وفي نفس المكاتب مكتب كده والمكتب ده كده حصل يعني حصل اللي حصل الساعه 1 تقريبا مالش حاجه طبعا مين هو الانفجار طبعا هو اللي حصل هو اللي حصل هو واقف في المكتب عادي بقى له جلفه في جنبه في رجليه اليمين كده من تحت كلها كده جلفه كانك مصفر تمام بالك لانه طار طاره كبيره كده أنا طلبة طار على يعني حاجة كبيرة لأن البنطلون جينز كحت تمام بالك ويطلع 50 60 سم بتاع ده إزاز بقى في دماغه وفي وشه وفي رقبته أيوة مش عارف سلامة وألف سلامة عليك وأخبار اليوم طبعا إحنا تمنياتنا القلبية يعني حضرتك ترجع بالسلامة لينا ولبلدك وشغلك ولعيلتك وناسك عيلتك الصغيرة وعيلتك الكبيرة الله يكرمك وإن شاء الله ترجع اكتر من الاول زي الاول يعني زي الاول دي يعني هيبقى اكتر من الاول لان المره دي هيبقى في سقط طبعا بالقانون مش سقط هنقول مثلا ان سقط ان احنا ننتقم من حاجه لا احنا سقط بما يلزمه علينا وعلى الناس كلها القانون القانون طبعا هو المعيار للتعامل بين الشرطه وبين الافراد هو تطبيق القانون انت اصلا لو طبقت القانون مفيش حاجه ما يا ريت القانون يطبق تمام يا ريت يعني انا اتمنى زي كده ان القانون يعني قانون التظاهر ده ما اتطبقش هو اتطبق يعني جزء منه مش يعني جزء تمام ولا حتى كل ظباط ما تيجي تتعامل تلاقي مثلا واحد من القاده يقول لك يعني ايه ده؟ طب انت منزلني ليه؟ انت عامل القانون ليه اصلا؟ طب انت سعادتك في الامن تحت في في اداره البحث؟ انت عامل القانون ليه؟ تمام سعادتك في اداره البحث؟ لا في الامن امن المديريه امن المديريه اللي هو المكتب اللي هو القسم الواحد اللي هو تمام انت منزلني ليه؟ يعني يعتبر كنت في مواجهة الانفجار أيوة. بالضبط تقريبا يعني يعني في وجهة مقابلة للانفجار لأن طبعا رحت المكان من عند الباب بتاع إدارة البحث الجنائي في روايتين يعني هو في رواية يقول لك عربية مفخخة بس العربية المفخخة دي مش راكبة يعني علميا يعني قناعاتك هنا ما تركبش بس على فكرة حد قابلني من الضباط هنا قال لي ان هو تقريبا العربية كان فيه فرد امن بتاع مخدرات الولد ده موجود اسمه الولد ده اسمه السمري موجود قال لك العربية مدير مباحث خرج وهو راح الداخلة بيقول لي انا جريت وراها عشان اتكلم معاه بيقول لي راح مفجرها طب لما مفجرها انت ما متش ليه؟ اصل انت بتتكلم في ضمن ونص وتفجرها طيب يا فندم حضرتك معلش ده بالعقل الحاجة التانية في رواية تانية قال لك من يومين كان في حاجات دخلت لمجلس مجلس المدينة تمام حاجات دخلت مجلس المدينة وده الأقرب لإيه؟ طيب للمنطق اترصت فين؟ ايوه في الجزء اللي هو بتاع المسرح اللي وقع ايوه فجرت بالريموت يعني هي كاميرا من داخل المسرح ليه بقى تمام يعني اقرب للعقل ليه لان الجزء بتاع المسرح كله واقع بالكامل طيب مساحه يعني اوضه كده طول المبنى واقع ده اقرب للمنطق طب والمسرح ده شهد ثلاث اشخاص قبلها بساعه او نص ساعه والكلام ده طبعا من احد المواقع الاخباريه بيقول ان ثلاث افراد دخلوا المسرح واداروا مشاجره مع الفرد الامن او اللي هو الغفير اللي موجود هناك بيقولوا ان هم بيبحثوا عن زوجه هاربه ودخلت جوه هنا طبعا الراجل قال له ما فيش حاجه سواء قبلها بيوم في معلومه ثانيه برضو ان شهد احد المجندين يحمل لابتوب الكلام ده من اسبوع بيصور اماكن معينه في المدرج تم القبض عليه بس ما اعرفش انا صحه الكلام قالوا النهارده ان هم مسكوا واد في المطار تمام انا عسكري ومعاه لابتوب عليه البيانات دي لكن المعلومه بتاعتك دي بيقولوا ان هم مسكوه في المطار تمام لكن هي الاقرب للعقل ان هي الحاجات دي كانت متخزنه في المسرح طب هو سؤال طب بعد اذن حضرتك وداخله مش داخله من الشارع بتاع المدرسه داخله منين من الباب بتاع مجلس طيب حضرتك طب حضرتك طبعا كنت موجود في المكان اللي هو اللي حضرتك طيب في اليوم دوت كان في اجتماع هيتم او غرفه عمليات هتتم في مديريه الامن مثلا برئاسه مثلا ست اللي هو سعيد عماره او المدير او الكلام ده لا 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 ما كانش في اجتماع ده هو كان الضباط كانوا بتاع الدرع على المدير بس مفيش اي حاجه لا 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 يعني يوم طبيعي يوم طبيعي يوم طبيعي خالص لدرجه ان هو التكييف ده تكييف طار من مكتب مدير شرق رقبه الضابط اللي هو من الرقبه ده اسمه سامح تكييف طار سامح ده بتاع شرقيه بتاع شرقيه التكييف طار من المكان شرق رقبته والمدير طبعا اذا دخلت فيها مصفطه ولا اللي هو محمد قنديل محمد قنديل كان في الدور الثاني بالصدفه محمد قنديل عنده العصب بتاع الوش اتقطع اللي هو اللي سافر الخارج ده خبط لا راح المعادي او المعادي طبعا ده ما عادش له علاج خالص ما عادش يعرف يحرك اي جزء في وشه في طبعا ظابط اسمه سامح برضه دراعه اتقطع سامح
سامح فتاح. سامح فتاح. لو اتقطع. لا ده طبعا بقول لك متبهدل جدا. هو متبهدل بس. وشه وجسمه متبهدل جدا. طارق ولا طارق؟ تمام. متبهدل جدا جدا لو تجيب. بس فعلا اتقطع؟ طب دكتور لو سالنا حضرتك على حاله الامجد بيه. ماهر بيه. لا الحمد لله اتحسن كتير يعني على المكان داخل يعني. يعني نقول له تخرج امتى بالسلامه عشان نسلم عليه؟ ما يزعل من هنا هو لا احنا عشان احنا ناخد بعض من حضرتك عشان نسلم عليه. لا ان شاء الله يعني يومين كده ولا حاجه. انا مشكلتي دلوقتي من راسي دي بقى يعني نار ولعه. في ازاز. الف سلامه. ازاز يا رايش ازاز كتير. بص يا باشا الحادثه دي بالظبط خدت ثانيه. طبعا. انفجار. رحت واخد شحن الكهرباء ما اعرفش جت منين صراحه ورعت الكهرباء ضلمه بقى. صريخ بقى وعياط بقى ما تفهمش. ساعات ضربه يبقى في المدريه دي كلها انا حاسس نزلت على دماغي. ربنا يسلمك. موجود يوم الحادث في المستشفى؟ انا كنت لا كنت في البيت بس جيت اول ما سمعت الخبر فجيت على طول في خلال 10 دقايق كنت في المستشفى. تمام. فطبعا بدات الحالات كانت لسه بتيجي حالات فبدانا نحصل الحالات يعني تقريبا خلصنا استقبال حالات حوالي الساعه 3 الفجر او 4 43 حاله. وصل 43 حاله واثنين جثه هامده واصلين على الثلاجه مباشره اللي هم اثنين اللي هم الحالتين المتوفيين اللي هم الضباط. لا دول كانوا يعني واحد امين شرطه وواحد مجند. واللي هو مين كده كان واصل اللي هو محمد قنديل طبعا عنده تحتكات في ده الحكم دار ولا المدير؟ لا هو الحكم دار. لا مش الحكم دار يعني اللي هو في المديريه قطاع الامن يعني. كان عنده تهتك في عضلات الوجه وجبهه. تمام. المهم تم ادخال العمليات مباشرة وعمل عملية تجميل الحمد لله يعني حالته كويسة وتم نقله المستشفى المعادي بناء على تعليمات السيد الوزير الداخلية. تمام. وزيرة الصحة. تمام. وكان في برضه حالة المجند محمد صلاح خطيرة شوية وكان في العناية المركزة يعني اتعمل له الإسعافات الأولية بتاعته اتحجز في العناية بس توفى الله يعني تاني يوم على طول. طيب في حد في وفيات النهارده اللي سمعنا ان هو اخر خبر او اخر حاجه ان هو 17 حاله وفاه ان 17 كل الحاله 17 حاله وفاه. لا هو هنا مفيش حد توفى غير محمد صلاح اللي كان محجوز في العنايه وتوفى ثاني يوم على طول فرد واحد فرد. محدش تاني. لا. طب والاصابات ال 43 ان شاء الله مش غير حوالي 6 تقريبا او 5. في اثنين رفضوا الحديث يعني بس قابلت حوالي 5 اللي موجود هنا. لا هو الموجود عندنا اللي محجوز في المستشفى لحد دلوقتي حوالي 8 حالات بس. 8 9 حالات لان في حاله خرجت ورجعت لنا النهارده كده حالتها ايه. تمام. فدخلنا تحت الملاحظه النهارده كمان. تمام. بقى عندنا 9 حالات في 3 محجوزين في عناية مخ واعصاب. في 3 محجوزين في العظام. ايوه. و 3 محجوزين في الجراحه العامه. تمام. طب بالنسبه لغرفه عمليات الصحه طبعا هي متابعه مع حضرتك. تمام. الاحداث بالظبط. طب الحالات اللي موجوده هل في خطوره بالنسبه للحالات اللي موجوده داخل المستشفى الدولي؟ الحالات الموجوده كلها مستقره وكويسه يعني ممكن يخرجوا خلال يومين او ثلاثه بالكثير يعني. طيب الاصابات اللي موجوده هنا طبعا ما فيهاش اصابات بالغه اللي هي تؤدي مثلا لاعاقه او الكلام ده في المستقبل؟ لا ان شاء الله مش في اعاقه ولا حاجه. وفي حاله العقيد ماهر الاحمدي الحمد لله بتحسن خالص. ده موجود هنا؟ موجود. العقيد ماهر؟ موجود. طب هو مكانه فين؟ الدور السادس. طب ممكن حضرتك تفضل نروح له يعني بعد اذنك. مفيش مشكله. طيب يا فندم طبعا هم الحالات اللي موجوده اللي هم الثمانيه او السبعه الباقيين حالات مستقره. حالات مستقره. في حالات ثانيه موجوده في المستشفى الثانيه في المنطقه؟ في مستشفى الطوارئ الجامعه فيها عدد برضو لسه متهيألي عدد كبير موجود في مستشفى الجامعه في طوارئ الجامعه. غير هنا طبعا يعني 43 ممكن يكون العدد اكبر او اقل. دلوقتي هتلاقي الحالات معظمها بدأ يخرج يعني بس هناك يعني تقريبا في هناك حوالي بص تقريبا 10 15 حالة اللي موجودين محجوزين بس بيتهيألي هو هنا أكتر. هو هنا كان أكتر بس احنا الحمد لله يعني الحالات هنا اتحسنت وخرجت على طول. طب لا هو هنا طب يا فندم هنا هنا طبعا المستوى الطبي مش هتتكلم على المستوى الطبي والكلام ده عشان ايه دي حاجة خاصة يعني في اتوزعت الحالات على هناك بناء على ايه؟ أو على هنا؟ هو كان احنا عندنا اصلا استقبال في اليوم ده استقبال في المستشفى. تمام. فبدات الاسعاف طبعا ايه لان اكيد هنا عظام هناك عظام هنا كل حاجه يعني مركز هنا يعني مركز هنا وهناك. تمام. بس هو تقريبا يعني ايه الاسعافات قسموا نفسهم كده من غرفه العمليات اللي تمام. مثلا يطلع كذا اسعاف على مستشفى الجامعه وكذا اسعاف على مستشفى الدولي وبرده مستشفى طلخه استقبلت برده الجزء بس ايه
الحالات كلها اتحولت لنا بالليل يعني. تمام. يعني هو دلوقتي ما عادش غير في الطوارئ؟ ما عادش غير هنا في الدولي وفي مستشفى الطوارئ الجامعي. تمام. برضو في حالات زي هنا برضو ولا؟ نفس القصة. في هناك برضو حالات، لا في هناك يعني لسه حالات خطيرة. في حالات خطيرة هناك؟ حالة المقدم محمد حافظ متهيألي لسه خطيرة شوية. وكان هناك المقدم سماح فتح برضو مدير عمليات وحدة المباحث في المديرية. أيوه. اتنقل هو في مستشفى المعادي بطيارة خاصة. تمام. من ضمن الحالات اللي اتنقلت. لكن هنا العقيد؟ هنا العقيد ماهر الأحمدي بس. ماهر الأحمدي. وهناك في المقدم؟ هناك المقدم محمد حافظ. كان تقريبا المقدم محمد زين موجود هناك. محمد زين؟ والله؟ مش عارف خرج ولا لسه. كان اللي هو سامي الميبا طول الصحة في مركز الأمن، بس سافر لأنه في إصابة في عينه فسافر تحول مستشفى المعادي. تمام. وتقريبا هيسافر يعمل عملية في العين برا في أسبانيا تقريبا. تمام. طبعا الوزارة طبعا.